بنحتفل بمرور 30 عاما على انشاء المنافذ، ومن هنا جت فكره اعداد معرض للاثار التي تم ضبطها بمعرفه الاداره المركزيه للمنافذ والوحدات الاثريه بالمواهب المصريه من جميع منافذ الجمهوريه. المعرض في قاعه المتحف المصري رقم 44، وهو معرض مؤقت. القطع التي سوف يتم عرضها ترجع الى جميع العصور المختلفه، والى ما يرضى على 350 اثر هام، وفي بعض القطع ان شاء الله تعالى يبقى فيها مفاجات كبيره جدا ستعرض لاول مره. وده ثمره الجهد المبذول اللي بذلته وزاره الاثار في الاونه الاخيره بالتعاون مع الجهات الامنيه والجهات الجمركيه، لان عاده احنا ما بنشتغلش لوحدنا، في جهات امنيه وجهات جمركيه بتشتغل معانا في جميع منافذ الجمهوريه سواء جويه وبحريه وبريه. وان شاء الله المعرض غدا باذن الله تعالى في حوالي الساعه 6 مساء، اتمنى ان ينول اعجاب الجميع، وان شاء الله وزاره الاثار تتشرف بحضور عدد من الساده الوزراء المعنيين اللي ليهم بصمه بالتعاون مع وزاره الاثار وكذلك مؤسسات الدوله. هو معرض طبعا هيبقى مهم للسياحه، لان المعرض بيضم قطع اثريه زي ما قلت من جميع العصور، وفيها بعض القطع ان شاء الله تعالى هتبقى بها نوع من المفاجات ان شاء الله. فيها والله احنا ممكن يتعرض بره كتعاون مع الدول، وخاصه الدول يمكن الاستاذ شعبان مدير عام الاثار المستردة يمكن الدول اللي هيبقى لنا تعاون معاها في اتفاقات اليونسكو، لان جمهوريه مصر العربيه على ما اعتقد ان هي الدوله الوحيده اللي بتطبق اتفاقيات اليونسكو اللي هي